طبعا انا بتشرف بتكليف معالي الوزير ليا بان انا اشتغل في الطب العلاجي وامسك رئيس قطاع الطب العلاجي، وانا بعتبره بصراحه تكليف وليس بتشريف، لان المهمه انا متاكد ان هي صعبه، لكن احنا لازم نبذل مجهود من اجل رفع القدم الطبيه في القطاع الخدمي الحكومي، وان شاء الله باذن الله هتكون اولوياتنا تطوير مستشفياتنا عشان نقدر نقدم الخدمه للمواطن ونرفع عنه عبء الأمور المالية ولجوءه للعلاج في القطاع الخاص. وإن شاء الله بإذن الله هنكون شغلنا في المستشفيات على الخدمة الطبية المجودة وعلى مكافحة العدوى وعلى توفير سرير آمن للمريض، وإن بإذن الله يعني الحاجات اللي هي كمان فيها صعوبة كبيرة جدا في حصول المريض على الخدمة فيها زي الحضانات أو زي الرعايات او كمان خدمه الطوارئ اللي هي لب الخدمه في المستشفيات، ان شاء الله باذن الله هنشتغل عليها ونشوف الكوادر المميزه اللي تقدر تخدم المنظومه، وفي نفس الوقت المناطق النائيه اللي اهالينا محرومين منها في تقديم خدمه كويسه هنحاول نشتغل عليها بان احنا نودي كوادر فنيه ونحاول نكون نوفر لهم مقابل مادي كويس يكون تحفيز ليهم في ان هم يشتغلوا في الاماكن دي.